بزاف ديال الناس خلال هاد السنوات الأخيرة ولاو كيسولوا واحد السؤال اللي هو مهم، هو علاش ما كنقدرش أنني ندخر، ولكن بالمقابل هاد الناس هادو ولاو كيستهلكوا بلا قياس، بحيث أن كل نهار يعني عندنا واحد الاستهلاك اللي هو كبير. اليوم اللي خصنا نعرفوه هو أننا ولينا عايشين وسط واحد السوق اللي هو كبير، بيسي ديالنا في السوق، التليفون ديالنا في السوق، التلفازة في السوق، وبالتالي ما يمكنش اليوم اننا نبقاو في هاد لا فاسيليتي، يعني هاد الحياه اللي بغيناها شويه انها تكون سهله ونبقاو نستهلكوا يعني باستمرار. اليوم باش اننا نقصوا شويه من الاستهلاك ديالنا خاصنا نتحكموا في الابليكاسيون اللي عندنا في التليفون، خاصنا نقصوا شويه من هذيك الرغبه اللي عندنا في الاستهلاك باش اننا نبقاو غاديين في المستوى المعيشي ديالنا. الا بقينا غاديين بهذا الاستهلاك بلا قياس كنا على يقين بان التصاير ديالنا ما غادي يقدناش، بل اكثر من ذلك غنوليو كنتسلفوا عند العائله ومع شي مؤسسه بنكيه، وهذا الامر هذا ممكن ان يدينا في اتجاه الحيط.